بنرحب بوجودك معنا مرة تانية. وكنا يعني كان هناك مشكلة في التواصل مع حضرتك، ولكن كنا بنبدأ كلامنا عن فن العيطة واهتمام حضرتك بيه. قلت إنه فن العيطة هو غناء عربي الأصول، شعبي شفوي، موسيقى تقليدية تتشكل من البعد الشعري، من القصائد ومن الشبرات الشعرية ومن الأداء الموسيقي اللحني والإيقاعي، وأيضا شكل الأداء أمام الجمهور في الأوساط الاجتماعية المختلفة سواء في الحواضر أو في القرى بالأساس. وفن العيطة، العيطة كمفهوم ومن ناحية لغوية تعني النداء وتعني أيضا الصراخ، لكنها تعني كما هو في مصر الشقيقة البكاء أيضا، وهي نوع من الغناء الذي تعيد إلى الذاكرة الحالية جذور الندب والبكاء للقبائل العربية عندما اقتلعت من أمكنتها الأصلية وانتقالاتها إلى منطقة المغرب الكبير وصولا إلى المغرب بطبيعة الحال. غناء جميل يؤدى بعدة أشكال، لكن أبرز شكل للأداء تؤديه مجموعات غنائية تسمى الشيخات. الشيخات يعني ما يقابله في مصر العالمات، والشيخة تقابل العالمة في مصر، لكن الشيخة دائما مجموعة من الشيخات يقف وراءهن عازفون على الكمان وعلى آلات وترية وإيقاعية مختلفة. شعر جميل فيه كل الأغراض الشعرية الإنسانية التي نعثر عليها في مختلف التعبيرات الشعرية الإنسانية، من غزلين ووصف وفخر والحديث عن القبيلة وعن السلطة وعن الموت وعن الوجود وعن الحب وما إلى ذلك. قروي رعوي، رؤيته بسيطة لكنها من ناحية العمق الوجودي هي تجربة إنسانية رائعة. غناء له قيمة ضمن نسيج الموسيقات التقليدية المغربية التي تتخطى حوالي 50 نوع. بما أننا يعني تحدثنا عن الموسيقى التقليدية المغربية، هل ترى أن الموسيقى والتراث المغربي في حاجة إلى إعادة نشر أو ضرورة وجود استراتيجية وطنية تحميه من النسيان في ظل الحداثة؟ بالتأكيد، لا بمعنى أن تحمى من الحداثة. الحداثة هي شرط إنساني، والحداثة هي انخراط في العصر وفي أفق المستقبل وفي أفق التاريخ، لكن التعبيرات الموسيقية التقليدية والتعبيرات الشفهية ككل بصفة عامة سواء تعلق الأمر بالأمثال أو الأهازيج أو الأغاني أو المهن اليدوية وكل أشكال التعبير الوجودي من صناعات الجواهر والحلي والحياكة واللباس والنسيج والطبخ وكل هذه التعبيرات الشفاهية التي تتوارثها الأجيال عن أجيال سابقة تحتاج فعلا إلى إعادة الاعتبار، إلى نوع من التتميم، تحتاج فعلا إلى أن تندرج ضمن أفق ثقافي وطني، ضمن استراتيجية ثقافية وطنية، وضمن ديمقراطية ثقافية أيضا. لا يمكن أن نقوم بإقصاء أي لون أو تعبير موسيقي أو غنائي شعبي شفوي، لأنه يمثل جزء من الوجدان العام ويمثل جماعات بشرية مرتبط بمتخيلها، مرتبط بوجدانها.